معانا على التليفون الأستاذ إسحاق إبراهيم البجوشي، عضو لجنة التاريخ القبطي. الأول أهلا بحضرتك، وكل سنة وكلنا طيبين. يوسف كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة ومصر كلها طيبة. آمين. بمناسبة الأيام الكبيرة اللي احنا فيها، الصوم الكبير، وداخلين على أسبوع البصخة أو أسبوع الآلام، وصوم رمضان، وداخلين على ايام اعياد. كل سنه وحضرتك طيب والمصر كلها بخير يا رب. كلنا طيبين يا رب. استاذ اسحاق، مهم عندي ان احنا نتكلم مع الناس، نشرح لهم ايه هو حد الزعف، وايه هو تاريخيا، واصوله بدات من امتى، ومن امتى بدانا ان احنا نحتفل بيه هنا في مصر. حد الزعف ده ليه اسماء كتيره، طبعا من اسمائه احد الشعنين، وكلمه شعنين طبعا جايه من كلمه عبريه اسمها وشعنا، اي خلصنا، وده الهتاف اللي صرخ بيه الاطفال وساعه ما المسيح دخل اورشليم. ليه اسماء كثيره، منها احد الزيتونه عشان اغصان الزيتون، احد القوس عشان الزعف، احد الزعف عيد دخول المسيح الى اورشليم. بدا الاحتفال باسبوع الالام او احد الزعف في بدايه العصر المسيحي الاول لحد النهارده، ومصر بدات مبكرا كمان تحتفل بهذا العيد من منذ دخول المرمرقس الى الان. فابتدوا يحتفلوا بالاسبوع البصخة، ويبتدي اسبوع البصخة وكلمة بصخة بمعنى عبور اللي هو اسبوع الالام، بيبتدي بأحد الشعنين. والجدير بالذكر ان اللي بيحدد العيد ده يكون امتى بابا الاسكندرية، لان هو اللي وضع حساب اسمه حساب الابقطي اللي بيحدد الصوم وتاريخ العيد ويوم عيد القيامة، بالتالي يوم عيد الشعنين، وفقا لحسابات دقيقة جدا فلكية وارسينها عن القدماء المصريين. فهو تحديد العيد نفسه وفقا لعلوم مصريه قديمه جدا 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 تعود لالاف السنين، يعني تقريبا 4232 قبل الميلاد، اللي هو او بدايه اول تقويم في العالم، هو اللي بيحسبه عن طريقه بعد كده، وعن طريق الفرق بين التقويم النجمي والتقويم القمري بيحسبوا بيه الميعاد اللي يعيدوا فيه. بالنسبه للعيد، هو زي ما قلت لحضرتك دخول المسيح الى اورشليم، والمسيح دخل اورشليم في اليوم ده مع الحملان اللي داخلة عشان تفحص في الهيكل، ثم تحفظ في الحظائر بتاعته عشان تقدم ذبائح يوم عيد الفصح. أيوه. اللي هو يوم الخميس، اللي هو يوم الخميس بعد كده، اللي هو بعد كده خميس العاد. مظاهر الاحتفال كثيرة جدا جدا، خلينا مثلا في مظاهر خاصة بالحان وطقوس الشعنين داخل الكنيسة، دورة أو لفة أو زفة الشعنين دي في أركان الكنيسة أو أركان الأديورة، ودي لها كل دير وكل كنيسه لها طابع خاص في الدوره دي. يعني مثلا في الاديوره بيلفوا على الاماكن اللي فيها عيون المياه يباركوها، والسواجي والمدافن ومش عارف البساتين والموائد بتاعه الدير وهكذا. مظاهر الاحتفال الشعبيه، ودي الاكثر انتشارا كمان في مصر، الناس طول الاسبوع تقطع القلوب دي بتاعه النخل وتجهزها واغصان الزيتون، ويبداوا من يوم الجمعه بالليل مثلا يعدوا القلوب دي ويضفر ويجدل الخوص ويجهزوه في اشكال فنيه متعدده، ويعملوا صلبان الزعف وجراب للقربان. بعد كده في ناس كثيره طبعا بتقوم بعمل تيجان وخواتم واثاور وغيرها من اشكال الزينه طبعا بالزعف. وبعد كده الناس تبتدي تتبادل بينها ما بين بعض الزعف واعمال الزعف. في عادات قديمه جدا جدا في البلاد المصريه، في بعض البلاد مثلا سواء في المنيا او اسيوط او الصعيد بالذات، ان يطلع موكب من منطقه نائيه بعيده يعني خالص في القريه او المدينه، والناس تتلم حوالين الموكب ويبتدوا بهتافات لحد ما يروحوا الكنيسه، يتباركوا بالميه، يباركوا الاغصان ويرجعوا. الحته الثانيه اللي هو كان كمان بيبقى بعد العيد يتلم الزعف، والناس بتعمل بيه تجدل بيه الخوص، مثلا الجفف او الطاق او الى اخره من الحاجات اللي بيعملوها بعد العيد مباشرة من خلال الزعف اللي هم عيدوا بيه أو كده. فأنا بشكرك جدا 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 أستاذ إسحاق إبراهيم الباجوشي، عضو لجنة التاريخ القبطي.